السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة هواة أم هيثم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نقدم معكم طريقة تحضير كيكات عيد ميلاد اللي حضرت للزوج ديالي. مقادير جد بسيطة، تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. تابعوا معايا الفيديو حتى الآخر باش تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندي 5 البيضات بدرجة حرارة المطبخ، عندي 160 غرام ديال السكر سنيدة ما يعادل كاس ديال العنبة عامر أو، و 160 غرام ديال الدقيق ديال الحلويات، الدقيق الممتاز ما يعادل كاس ونص ديال العنبه اولا 10 ديال المعالق ديال الدقيق. نبداو اول حاجه نهرسوا البيض ديالنا. البيض خاصو يكون خارج من الثلاجه مده، يعني واخد حراره المطبخ باش يطلع لنا لا جينواز. كما شفتوا لا جينواز هنا ما غاديش نحتاجوا فيها لا زيت لا خميره كيميائيه لا والو، يعني فقط البيض والسكر والدقيق. هاد لا جينواز صراحه سهله وماشي مكلفه وفي نفس الوقت ناجحه 100%. كما شفتوا معايا انا خديت البيض، غادي نضيف عليه السكر سنيده. وغادي نطلع البيض ديالي مزيان طرف حتى غادي يتضاعف الحجم ديالو وغادي يولي اللون ديالو ابيض. كما شفتوا معايا البيض ديالنا راه تخدم مزيان، يعني هو مع السكر سنيده. راه الحجم ديالو تضاعف ولا ابيض اللون ديالو. صافي دابا غادي ندوزو نبداو نضيفو الدقيق. الدقيق كما تشوفوا معايا البنات غادي نضيفو بالتدريج وغير بالمعلقه، يعني معلقه معلقه حتى غادي نبقى ندخل الدقيق مزيان في الخلاط ديال البيض ديالي. بهالطريقه يعني ما غاديش نبقى نخلط بالزربه باش ما نطيحش داك البيض، لحقاش هو اللي غادي يطلع لنا لا جينواز باش تجينا لا جينواز زوينه. غير بشويه كما تنشوفوا وغادي من تحت للفوق وصافي، يعني هاك بهالطريقه. فانا ما غاديش نقطع الفيديو، تتشوفوا كيفاش دخلت الدقيق كامل في البيض وفي نفس الوقت ما طاحليش البيض. غادي نستمر غير بمعلقه معلقه حتى تندخل المعلقه ونشوفها دخلات مزيان الدقيق، يعني تفاعل ليا الدقيق مع الخليط. عاد تنضيف معلقه اخرى. دقيق سبق يعني سبق لي وغربلته، خصو يكون مغربل باش ميكون ميديرناش دوك الحبيبات وتنجح معانا الوصفه. انا غادي نديرها في المول وغندخلها للفران، وممكن حتى لما بغيتوش تدخلوها في الفران بغيتو تطيبوها في المقلاة بنفس الطريقه. غادي تفرقوها على جوج ديال الاقسام وطيبوها غير في المقلاة، تغطيوها باش ما تجيكمش ناشفه وتجي ناجحه. كما شفتوا البنات فانا تقريبا دخلت الدقيق ديالي، بقالي واحد شويه غادي نضيفه، يعني دخلت داك الكاس ونص او 10 ديال المعالق ديال الدقيق دخلتهم كاملين في الخليط.
وحاولت انه ما يهبط ليش، يبقى واخد داك الفوليوم كما تشوفوا. نحاول نجمع الجوانب، تبعوا غير الطريقة البنات، وانا متأكدة بان غتنجح معكم هاد لاجينواز. كما تشوفوا معايا فانا دخلت تقريبا الدقاق ديالي كامل، يعني راه شوفوا الخليط باللي راه متجانس. صافي غادي نجيب واحد الليمون اللي غندير له بابيي كويسون من التحت، وغادي نشعل الفران على 160 170 درجة مدة 21 دقيقة بالنسبة للفران ديال الضو. أما الفران ديال الغاز غادي نديروها من الفوق، غادي نشعلوها عليها بوطة مهيلة. صافي وغادي نخوي الخليط ديالي كما تشوفوا معايا البنات. غادي نضربها واحد 3 ضربات هكا غير بشويه مع الارض، وغادي ندخلها للفران وغادي نشوفوا الشكل النهائي نتاعها من بعد. كما تشوفوا معايا هذا هو شكل الكيكه ديالي، يعني انا خديت شي هذاك الموس باش نشوفوها واش طابت مزيان. ومن بعد ما طابت ليا الكيكه وبرد خدي لي تاتا بردات، غادي ندير لها واحد السلوفان وغادي نغطيها وندخلها للثلاجه تبات ليله كامله. بالنسبه الا كنتو مزروبين عليها هاد لاجينواز خاصها تكون داخله للثلاجه مزيان، يعني الا كنتو مزروبين دخلوها للفريغ واحد الساعه للمكانه. وهذه هي الكيكه ديالنا بعد ما بات ليله كامله في الثلاجه. غادي نشدها غادي نحاول نحيد لها نفرقها شويه على المول بواحد الموس من جنب. وانا حيدت لها واحد ديك الطبقه التحتانيه اللي تتكون شويه يابسه، وغادي نحاول نفرقها على جوج، نديرها على جوج طبقات. وهذه الكيكه ديالنا من بعد ما فرقناها. الطبقه الاولى درناها في واحد الاطار اللي تيتمونطا، وغادي نسقيها بشويه ديال السيرون شويه ديال الماء والسكر ثاني اذا طيبناهم مزيان. غادي ندوز نحضر واحد الطبقه ديال القرمشه اللي غادي نستعمل بها الشوكولاته الابيض، ما استعملش الشوكولاته الاسود او لحقاش الكيكه بغيتها تكون بيضه. ضفت شويه ديال الزيت. بالنسبه للشوكولاته الابيض بالنسبه للبنات اللي تيخسر معاهم وما تيصدق لهمش، فالسير كاين في بالنسبه لديك الكسرونه او المقله او اي حاجه اللي غدوبي فيها الشوكولاته الابيض ما خصش يكون فيها حتى شي نقطه ديال الماء، يعني تمسحيها مزيان، وحتى المعلقه باش غادي تحركي او لا تخدمي خصها تكون ما فيهاش الماء نهائيا. نقطه ديال الماء ممكن تخسر لك الشوكولاته وما يصدقش معاك او لا يتكتل. انا غادي ندير واحد الطبقه ديال القرمشه الصراحه تجي رائعه في الكيك. غادي نديرها بالفويتين والشوكولاته الابيض، وغادي ومن بعد غادي ندير طبقه ديال الكريمه. بالنسبه لهاد الكريمه فهي كانت عندي في الكونجيلاتور كريمه الزبده اللي سبق ليا وحضرتها معكم، غادي نخليها في الرابط ديالها في صندوق الوصف. فهي ناجحه وممكن تخزنيها الوقت اللي بغيتي، فقط جبديها في الكونجيلاتور واحد المده قبل ما تخدمي بيها، وطربيها مزيان وعاودي خدمي بيها. تعمدت نحشي الكيكه ديالي بطبقه ديال الكريمه ونغطيها بالكريم شونتي. صراحه هذاك المزيج ما بين كريمه الزبده وكريمه شونتي جات رائعه. جربوها البنات وما غاديش تشبعوا منها، صدقوني صراحه جات غزاله احسن من السيركوموند او اللي تنشريوها جاهزه. فهذه في البيت يعني ما عارفين شنو فيها، وزوينه بنينه ما تشبعوش منها.
صافي، انا من بعد ما طربت الكريمه ديالي غادي ندوز نديرها كطبقه ثالثه فوق طبقه القرمشه اللي حضرت بالفويتين والشوكولاته الابيض. كما تشوفوا معايا انا درت الطبقه الثانيه ديال القرمشه، وغادي ندير طبقه الكريمه ديال الزبده. صراحه فاش ديروا ديك الكريمه الزبده فوق ديك طبقه القرمشه صراحه تجي غزاله زوينه بزاف. غادي نستمر، غادي نقاد الطبقة ديالي. البنات اللي بغات طريقة التحضير ديال هاد الكريمة، فهاد الكريمة ناجحة 100% بلا باطور، فقط بالتراب الكهربائي. تتصدق لكم زوينة كما تشوفوا معايا. ممكن تحشو بها الكيك من الداخل، زينوا بها الكيك من الفوق، الكب كيك صراحة غزالة. رجعوا القناة ديالي فهي متواجدة بشرح يعني مبسط وواضح، يعني تبعوا غير الطريقة وغادي تنجح معكم ان شاء الله، وما غاديش تندموا عليها. انا تنحاول نبسط يعني الاشياء يعني في المتناول الجميع، يعني بمقادير بسيطه ممكن نحضروا اي حاجه في البيت كما تنقولوا، يعني بالبساطه ممكن نخلقوا السعاده، يعني نكسروا داك الروتين، يعني نفرحوا وليداتنا ازواجنا. ماشي بالضروره غير مشينا شريناها او لا، يعني بالعكس ممكن نحضروا كيكه عيد ميلاد في البيت ديالنا وتجي النتيجة غزالة، لا شكلا ولا في المذاق. ودابا غادي نجيبو الطبقة الثانية، غادي نغطيو بها الكيك ديالنا. انا سقيت الكيك ديالي كما سبق ليا وقلت لكم بشوية ديالي، انا درت شوية سيرون من الماء والسكر، يعني طبخته مزيان صافي. ودابا غادي ندوز نمونطي الكيكة ديالي بالكريم شونتي. انا استخدمت هنايا كريمة سائلة، ما نعتذر يعني داك المقطع مشى ليا. صافي غادي نمونطيها كريم شونتي من الفوق. هاد الكريمه السائله خدمتها مع 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده كما تشوفوا معايا. فانا مونطيت الكيكه ديالي ودابا غادي ندوزو من بعد ما مونطيت الكيكه، عفوا بان دخلتها حتى بردات مزيان، وغادي ندوز ندير لها الكلاصاج اللي سبق ليا حتى هو حضرته معاكم الفيديو ديال الكلاصاج. كلاصاج بدون جلوكوز سهل سريع التحضير وناجح 100%. فالفيديو على القناه ديالي رجعوا ليه، وغادي نتمنى باللي الوصفه تنجح معاكم، فهي وصفه ناجحه كما تشوفوا معايا. غادي ندير الكلاصاج فوق الكيكه ديالي، غلاساج مروار يعني وعاكس لامع وبدون جليكوز كما سبق ليا وقلت لكم. وكما سبق ليا وقلت في الفيديو ديال الكلاصاج، فحتى اوراق الجيلاتين اللي انا اعتمدتها في هذه الوصفه ممكن تستغناو عليها وتعوضوها بواحد الكاس ديال الدقيق وتيجي غزال. ودابا من بعد ما درنا الكلاصاج ودخلناها بردات لينا، درنا الديزاين اللي غادي نديرو صوص ديال الذهب اللي حتى هي سبق ليا وحضرتها معكم الفيديو على القناه. رجعوا ليه وغادي تشوفوا طريقه التحضير، فهو بسيط ولكن تيعطينا واحد النتيجه اللي رائعه. صافي غادي ندير دوك الدميعات بصوص ديال الذهب. من بعد ما كملت الدميعات ديالي وزينت
الكيكه بدوك الوريضات اللي تناخدهم حتى هما من المحلات نتاع الديزاين ديال المحلات اللي تيبيعوا لنا هادشي ديال تزيين الكيكه ولا المحلات ديال الحلويات. انا خديت لابودر ديال الذهب اللي صايبت بيها ديك الصوص، خديت منها واحد شويه درتها في واحد الطبسيل، وخديت واحد الكاس، كاس العنبه، الكاس اللي بغيتو، اي يعني الحجم اللي بغيتو، تنديرو في ديك لابودر وتنطبع به فوق داك الكيكه ديالي. صراحة أشياء بسيطة ممكن تعطينا نتيجة رائعة. صافي، وبنفس الطريقة غادي ندوز لدوك الوريضات، غادي نحاول نحط عليهم شي شوية ديال سميتو باش يجيونا فيهم داك الذهب أو الذهبي، يعني يجينا يتناسقنا مع الكيكة. عندي هنا يا حبيبات شكلاط باللون ذهبي، يعني غادي نزين بهم فقط من الفوق، ندير القليل منهم. هاد المكونات يعني راه تتاخدو من المحلات ديال الحلويات، وتتاخدي على قد كما تنقولوا على قد الجيب، يعني الكميه اللي بغيتي والثمن اللي بغيتي، يعني كل شيء تتاخدو بالعبار، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه، سهله في متناول الجميع. كما تشوفوا معايا البنات، هذا هو الشكل النهائي نتاع الكيكه ديالنا، كيكه عيد ميلاد رائعه بمكونات بسيطه سهله، يعني في متناول الجميع، ممكن اي واحد يحضرها. تنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بلايك وكومونتير، واشتركوا بالقناه الا مازالوا مشتركينش الا كنتوا اول مره غتشوفوا القناه ديالي. تنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ودعموني بلايك وكومونتير، وشكرا. إلى فيديو لاحق إن شاء الله.